تقول صاحبة هذه الرسالة: عرفت من خلال حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فما هي الصدقة الجارية؟ وهل تكون من الميت نفسه أم تعمل له بعد موته من ورثته أو من تركته؟ جزاكم الله خيرا. الصدقة الجارية الوقف الخيري الذي يوقف على وجوه البر، فما دام هذا الوقف ينتفع به في وجوه البر فإن أجره يجري على الموقف أو من وقف له. وإذا أوقف الإنسان لنفسه فشيء حسن وطيب، لأنه صدقة جارية وهو بحاجة إليها بعد وفاته. وإذا أوقف له أحد من ذريته أو من غيرهم من المسلمين من باب التبرع والإحسان إليه فذلك حسن أيضا، ويكون مثل الوقف الذي أوقفه هو لنفسه في الأجر والثواب إذا تقبله الله. أما الوقف من تركة الميت فلا يجوز إلا برضا الورثة، أو إذا أراد أحد الورثة أن يوقف من نصيبه للميت فلا بأس بذلك. نعم.